معكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم أخرى. منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. يا عبد الله، يا عبد الرحمن ابن آمنة يرحمك الله، ذهبت عنك الدنيا وزينتها، وصرت الآن في برزخ من برازخ الآخرة. فلا تنسى العهد الذي فارقتنا عليه في دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وأمثالك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزعجاك ولا يرعباك، واعلم أنهم خلق من خلق الله تعالى كما أنك أنت من خلقه. فإذا أتياك وأجلساك وسألاك وقالا لك من ربك وما دينك ومن نبيك وما اعتقادك وما الذي مت عليه، فقل لهما الله ربي. فإذا سألاك الثانية فقل لهما الله ربي. فإذا سألاك الثالثة وهي خاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع، الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي والقرآن الكريم إمامي والكعبة قبلتي والصلوات فريضتي والمسلمون إخوتي وإبراهيم الخليل أبي، وأنا عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمسك يا عبد الله بهذه الحجة واعلم أنك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون. فإذا قيل لك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين، فقل هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فاتبعناه وآمنا به وصدقنا برسالته. فأن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. واعلم يا عبد الله أن الموت حق ونزول القبر حق، وأن سؤال منكر ونكير حق، وأن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ونستودعك الله. اللهم يا أنيس كل وحيد ويا حاضرا ليس يغيب، آنس وحدتنا ووحدته، وارحم غربتنا وغربته، ولقنه حجته، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.